اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا سمك البوري من خير مزارعنا، السمك اللطيف. السمكه تعمل 450 جرام، هعملها لك النهارده بطريقه سهله بالخضره، حاجة جميلة الأطفال هياكلوها والكبار هياكلوها، ولكن التركية فين؟ إن أنا أشيل الزفارة من السمك وأدخل بعض الخضار الحلو اللي بيحبوه الأولاد في قلب السمك. معانا النهاردة الكاليماريا، هنعملها سلطة مع الجرجير. كاليماريا بناكلها مقلية، بناكلها طاجن، بناكلها فايتة، إنما ندخلها في طبق السلطة من الأكلات الصيفية، وإحنا محتاجين في الصيف الأكلات اللي هي صيفي جميلة فيها برودة شوية زي أطباق السلطة والآيس كريم والعصاير. النهاردة سلطة الجرجير هنعملها مع الكاليماري، ونشوف نسلق الكاليماري إزاي وندخله في طبق سلطة كله قيمة غذائية عالية جدا. مش عايز أصور حضراتكم لأن في تفاصيل النهاردة ووقتنا يعني جميل، فعايزين نعمل حاجة حلوة في الوقت الصغير ده كده تعجب حضراتكم إن شاء الله. أستأذن حضراتكم ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل سمك البوري هنعمله بالخضرة في الفرن، ومعانا الكاليماريا الجميلة مع الجرجير سلطة مع زيت الزيتون والمستردة. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. معانا سمك البوري الجميل الحلو. السمك البوري ده من خير مزارعنا. السمك البوري دايما بيتشوي رده، يتعمل زيت وليمون، يتعمل صينيه بالبطاطس، ممكن يتقلي مفيش اي مشكله، ولكن تعالوا نعمله النهارده بطريقه جديده. ازاي ندخل الخضره، بقدونس وشبت وكزبره، فلفله ملونه مع بصل مع ثوم مع شويه بهارات مع شويه حب مع السمكه الحلوه دي، وندخلها الفرن تتشوي تاكل صوابعك وراها. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. هنمسك الاول الخضره بتاعتنا الجميله اللي هو الفلفل الالوان مع البصل، بنقطعه كده ايه شرايح او جوليان او تضربوهم في الكبه حسب الرغبه. تعالوا مع بعض الاول نتبلهم مع بعض. اهم حاجه الكرفس هنا مع السمك بيزيد من القيمه الغذائيه بتاعته ويعلي من الطعم بتاعه. ادي الفلفل الالوان بتاعنا الجميل الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. تقطيع كده، يعني ممكن تقطعها مكعبات، تقطعيه بالشكل ده كده. هي الفكرة كلها ان انا عايز الخضار ده يشرب من طعم السمك، سواء بوري سواء بولتي سواء اي نوع من انواع الاسماك. هل يا شيف ممكن نعمل السمك البوري بنفس الطريقة والاروز بنفس الطريقة والبولتي بنفس الطريقة؟ اي نوع سمك انت حباه تعمليه بنفس الطريقة. اهو الفلفل الالوان ده كده بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الخضار ده كده معاه بصل، البصل الحلو ده كده بتاعنا اهو كمان نفس الطريقه. حلو. وناخد كميه الخضار ده مع الكرفس الحلو ده كده نفس التقطيعه برضو. وشويه الخضار دولت على فكره لو انت خدتيهم بعد ما ياخدوا طعم السمك سبتوهم عادي في التلاجة تقدر تاكلهم باردين عادي. الخضروات الجميله ممكن تستخدمها كسلطه برضو. خضار بالشكل ده كده بنحط في الكسرولة بتاعتنا دي كده بالشكل اهو. فلفل الوان، بصل، كرفس، هينزل عليه الثوم، زيت الزيتون، البهارات الحلوه، الكمون والكزبره والشبت دول اساسي. شفت الخضره ازاي الحلوه دي كده اهي. ننزل عليها بشويه ثوم حلوين، شويه الشبت. تمام. الشبت على فكره يحب السمك والسمك يحب الشبت. وده كمان كزبره خضراء. الملح الجميل. الله، يعني انا عايزك وانت في المطبخ كده بتعملي اكله السمك ما تبقيش مقيده مع مشوي رده وخلاص، لا، يعني السمك تقدري تعمليه بافكار كتيره. اهو دي البهارات، كمون، بابريكا، والفلفل الاسود بتاعنا مع عصره ليمون حلوه. الليمون اساسي مع السمك ده ثابت. الخضره تتاكل كده لوحدها سلطه، معاها زيت الزيتون، ومعايا طاسه على النار بتسخن جدا. ده زيت زيتون اهو بالشكل ده كده، ونمسك الخضار بايدينا كده اهو اهو. الفكره كلها ان انا عايز اعمل اكلات صيفيه. الصيف بيحب الاكلات السريعه السهله اللي ما نقفش في المطبخ وقت كبير. وطبعا لو شويت السمك ده رده في الحر ده هيخلي البيت كله ريحته سمك. اهو الخضار بالشكل ده كده اهوت، شرب الخضره اهو زي الفل.
تمام يا عم الشيف، تسلم ايدك. هعمل ايه؟ هاخد السمك البولت بتاعنا، السمك البوري بتاعنا، اشيل دول كده واحط دي هنا مكانه، ونشوف السمك ده هنقطعه ازاي. على نفس البلانشه بنجيب السكينه، مهم جدا سكينتك تكون حاميه. نيجي ببطن في ظهر السمكه كده، بنفتحها بالشكل ده كده، شفت الفتحه دي اهيت. ليه يا عم الشيف؟ عند السلسله. نبص على مخرجنا الجميل اساتذه المصورين، دايما لما تيجي تفتحي السمكه تباصي وتسنطري على السلسله بتاعه السمكه، عشان البيون والجوس بتاع الخضار ينزل عند سلسله السمكه، تقوم السمكه تشرب من طعم الخضار. اه سامع الصوت ده كده؟ السكينه ماشيه على السلسله. اه هي دي الشطاره، السلسله فين مكانها؟ تيجي قبل العين وتفتحي هتلاقي السلسله. اه شفت السكينه طالعه ازاي؟ قبل العين بالظبط. اه حلوه قوي. نفس الطريقه كده هنمسك السمك ده نتبله بتتبيله حلوه كده، وطريقه جديده خرجنا من جو الرده وجو الزيت وليمون. دي معلقه زيت صغيره، شويه عصير ليمون، فص ثوم حلو، ونمسك السمكه الحلوه دي من بطنها كده، ندخل الخلطه دي كده كاننا بنشمعها عادي اهو بالشكل ده كده، يقوم لو في زفاره في قلب السمكه يطلع والسمكه تتلمع في ايدي كده زي الفل، ونحطها هنا. نفس القصه، مش هياخد منك الاكله دي 10 دقايق شغل زي ما انا شغال كده. عندي بقى الشطاره هنا يكون في جريلا على النار بتسخن، درجه حرارتها عاليه جدا. اخد البهريز احطه هنا كده ونقف على النار نشتغل. تحضير السمك وتجهيزه بياخد وقت، ولكن عمليه السوى بتتم بسرعه. درجه الحراره بتاعت الطاسه معايا هنا شديده. كل اللي انا هعمله دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، اخد السمك ده اخليه هنا كده، الخضار بتاعنا الجميل انزل بيه هنا. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. السمكتين الحلوين دول اخدهم كده، نفس القصة هنا كده. درجة حرارة الفرن عندي 180. هتتفرجي على السمك ده وهو مشوي دلوقتي، ولكن مكان الصينية على الشبكة بتاعة الفرن بالشكل ده كده. أبصيها، نبص على الفرن من فضلكم. أيوة، هو ده. أه زي الفل، زي ما هي كده عينية. أدخلها الفرن في درجة حرارة 180 وخلصنا من السمك البوري. على السمك ده ما يخلص، عايزة تعملي عصير هتعملي. هنعمل السلطة اللطيفة الحلوة زي الفل، هنعمل السلطة اللطيفة الحلوة اللي هي سلطة الجرجير بالكاليماري. مخرجنا الجميل اهو ده. اهو السمك هنا بيتشوي معايا، الخضار خد الصدمة النارية وخد طعم السمك. حطيت السمك على وش الخضار، أي جوس أي بيون أي طعم من السمك بينزل بيتغذى بيه الخضار. درجة حرارة الفرن عندي 180، هقفل الفرن بتاعي. الطايم بتاعنا المسموح بيه، هتستوي السمكة إن شاء الله ونتفرج عليها بعد الفاصل. هستأذن حضراتكم أطلع فاصل صغير ونرجع نشوف إزاي نعمل توافق وانسجام ما بين الجرجير وما بين الكاليماري في طبق سلطة فيه فليفر وطعم يناسب جو الحر. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق سلطه لطيف وجميل، وانا دوري في ايام الصيف في ايام الحر نعمل ايس كريم بالفواكه، نعمل كل انواع العصاير او السموزي، الحاجات اللي شفناها مع بعض. ولكن اتجهت بالفعل في الاسبوع ده لجو الحر ده نعمل الاكلات الصيفي اللي هي السلطات الجميله الحلوه. ولكن الطبق السلطه ما يبقاش مقتصر بس على خيار وطماطم وجرجير، لا يبقى فيه كمان نوع من انواع الفراخ، اللحوم، الاسماك وهكذا. معايا كاليماري النهارده بتتسلي على النار عشان لما نشوف المقادير، ومعانا جرجير وطماطم وفلفل، عصير ليمون، زيت زيتون، وبصل
سنه شبت صغيره والمستردة، ونشوف ازاي نعمل طبق سلطه قيمته الغذائيه عاليه جدا، ويتصدرها طبعا الجرجير والكاليماري. جرجير معانا زي الفل اخضر ومغسول زي ما هو سليم، ومعانا الكاليماري على النار مع عصره ليمون وشويه ملح بنسلقها على النار. حلو الكلام. اهم حاجه تتسلق، تتحط في ميه مغليه، الميه المغليه دي معاها شويه ملح شويه عصير ليمون بالشكل ده كده. ايه الاخبار؟ تمام. هي بتاخدش وقت كتير في السوى على فكره، بس اهم حاجه لما تطلع من السلق ده او من الماء المغلي ده كده تلاقي حمام ميه بارد، ميه بارده من الثلاجه او من الحنفيه عادي، ونديها صدمه التبريد. تسلق جمبري، تسلق كاليماري، تسلق صبيط. اول ما بيطلع من الماء المغلي بتاعه المخلوط طبعا مع عصير الليمون ورشه الملح الصغيره، يلاقي فيه ميه ساقعه على طول او مكعبات تلج كده ينزل فيها مباشره ونصفيها. تعال نغرف طبق السلطه ده كده في طبق حلو زي الفل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا البلانشه الحلوه دي كده، معانا الجرجير الجميل. الاولاد الاطفال الصغيرين مش بيحبوا ياكلوا الجرجير وهو سليم. ليه يا عم الشيف؟ يقول لك حامض. حامض عني يقول. والله ليه؟ ايوه بالفعل، انا وصغير ما كنتش احب الجرجير، انا ما كنتش احب الجرجير وانا صغير سليم زي ما هو كده متقطع، يبقى لطيف وحلو. تعال ناخد الجرجير ناخد الجرجير ده نقطعه كده بالشكل ده كده، ونتبلهم مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه وايه الجمال ده؟ اشتغل في الجرجير يا شباب؟ يلا. يا مسهل. نقطع كده. التقطيعه دي حلوه. دايما انصحك يا ست الكل، يا امي، يا ست الحبايب، تغسلي الخضار قبل التقطيع، زي الجرجير مثلا، زي الخس، دايما يتغسل قبل التقطيع. معانا الجرجير اهو زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ باخده زي ما هو كده، بحط عليه بصلايه ناعمه. شفت السلطه دي بقى بتتعمل بمزاج. وعايز اكثر طعم الجرجير بسنه شبت صغيره. حلو. معانا فص ثوم حلو. مش هنحط اي صوص هنا غير بس اللي انا بحطه ده، التومه والبصلايه الناعمه وسنه الشبت اللي انا حطيتها، واقلبهم كده مع الجرجير. الله عليك يا عم الشيف، زي ما انا شغال كده. حلو. شفت الجرجير؟ تاكل صوابعك وراها. ممكن نعملها بالخس؟ لا، الافضل بالجرجير. حطيت بصله ناعمه، حطيت توم، سنه شبت صغيره تاهت ودابت مع الجرجير زي ما هم كده. عم الشيف هنحطهم فين؟ في البوله دي كده. ده الجديد. حلو قوي. ناخدهم زي ما هم. عندي الكاليماريا بتستوي على النار، مش مستعجل انا. والجرجير طبعا طالع من الثلاجه مغسول. طبق التقديم بتاعنا زي ما هو كده يتحط. بنحط هنا شوية مستردة. دي مستردة. معجون المستردة بيتباع في أي سوبر ماركت. بنحط عليه زيت زيتون. ده على الجرجير، زيت زيتون ومستردة. عصرة ليمون حلوة. الله. وسنة الملح الصغيرة. حلو. ونقلب الجرجير مع الخليط ده كده. هتلاقيه هبط على طول. وانا عايزه يهبط عشان جاي له الكاليماري. قلبنا الجرجير بالتتبيله اللي انا عملتها، باخده ارصه في الطبق كده. الله. تاكل صوابعك وراه. الطبق ده وجبة غدا حلو. حطيت مستردة، حطيت عصير ليمون،
مع الفص التوم المفروم الناعم مع سنة الشبت الصغيرة. كل ده فين يا عم الشيف؟ كل ده على الجرجير. وفي نفس البولة يا أختي، ونفس البولة يا اللي بتتابعيني وبتشوفيني، زي ما أنا شغال كده واحدة واحدة. هجيب الكاليماري بتاعنا الحلو، بس خلينا نعمل عملية نظافة سريعة كده عشان اللي بيشوفونا. كاليماريا في النار بتستوي مع عصرة ليمون مع شوية ملح. عايزة تستوي جامد لأن هنا جرجير طري، فمفيش فيه كده يبقى معايا الكاليماريا مثلا بتشد معايا، الجو ده أنا مش عايزه خالص، خلي بالك عشان الأولاد يحبوها. هناخد الكاليماري الحلو ده كده بعد السلقة دي، بنحطه في مية ساعة. الله. كاليماريا اتسلقت، بننزلها في المية الساعة، تبريد مفاجئ اسمه. ممكن مكعبين تلج معاها تبقى حلوة قوي. لغاية كده احنا ايه فاهمين الشيب بيعمل ايه. كل الكاليماريا في حاجة هنا؟ تمام زي الفل. وأقلبها كده وأسيبها في المية على ما نحضر لها حاجة. هشيل البولة دي كده وأجيب البصلية الحلوة دي كده وأنا شغال معاكم واحدة واحدة. أمسك البصلية دي أقطعها جوليان رفيع. الله. رفيع قوي. حلو؟ ونفس الطريقة. وناخد الست كاليماري اللي احنا مجهزينها. حلو. فين البوله اللي كانت معايا؟ اهي زي الفل. هاخد البوله دي كده احط فيها البصله. السلطه دي حصريا مش هتلاقيها في مطعم. وامسك البصلايه دي يا عم الشيف مع عصره ليمون كده، اقلبها كويس عشان اطلع منها الايه الحراره بتاعتها. عصره ليمون. وامسك البصلايه دي اخر دلع كده، واخد الكاليماريا بتاعتي اللي انا حطيتها في الميه الساقعه اسقطها على البصلايه. الله عليك وعلى والدك. مع سنه شبت صغيره مع شويه بقدونس صغيرين واقلبهم. اصبح البصل هنا مخلوط بالايه بالكاليماري اللي طلعت من الميه الساقعه، واخدها ارصها كده على وش الجرجير. يا دلعك يا ام غازي. هناكل الجرجير ونسيب الكاليماري، هناكل الكاليماري ونسيب الجرجير. اصبحت انا عملت عمليه توافق، كانوا يدرسونا زمان في الثانويه التوافيق والتباديل. افتكرتها. ادي الكاليماري. بمناسبه الثانويه بنبارك طبعا لكل الطلبه اللي نجحوا في الثانويه العامه، والف مبروك، والناجح يرفع ايده وياكل سمك النهارده، وحظ سعيد طبعا للي هم طبعا ربنا ما نجحوش السنه دي، يعني هيذاكروا ويجيبوا مجموع حلو ان شاء الله وربنا يوفقهم. كلنا بنمر بالحاجات ديت، اهم حاجه بس يكون في ايه تفاؤل، في هدف في حياتنا عشان نقدر ان احنا ايه نواجه كل حاجه. هناخد الطبق الحلو ده كده ونخلي كده، ونطلع مع بعض السمك من الفرن. استوى؟ نبص مع بعض. طبعا مفيش مانع ان احنا نقول ان السمك غني بالفوسفور، غني باوميجا 3. عايزين نذاكر وعايزين نجتهد نركز في انواع الايه السمك، زي الماكريل زي التونه، كل انواع السمك فيها اوميجا 3. تعالوا نطلع مع بعض السمك البوري بتاعنا اخباره ايه، وقتنا ايه يا شباب. انت كنت بتراهن ان السمك ده هيستوي ولا مش هيستوي يا مخرجنا؟ بالله عليك. الله، هو ده. تعالوا نطلع السمك البوري بتاعنا. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ ده احنا بنقف في المطبخ ساعتين عشان نعمل اكله سمك. بالله عليك شوف البوري، دلعه بالله عليك، دلع لي البوري الحلو ده كده. ادي البوري بتاعنا الجميل الحلو. ممكن تعملي حاجه حلوه على فكره، عندنا زبده. هعمل تركايه كده، معانا وقت، قالوا لي في وقت 5 دقايق، وانا لما بيكون معايا وقت بحب اعمل حاجه حلوه. اجيب طاسه زي دي كده، احط فيها معلقه زيت صغيره، واحط على معلقه الزيت ديت مكعبين من الزبده. تركايه بقى، ده التجويد بقى اهو. شفت الجو ده كده؟ ده زبده، واحط على الزبده دي شويه شبت،
مع عصرة ليمون. الله، وخلوهم يدوبوا كده. زبدة، عصرة ليمون، سنة شبت صغيرة، ودوب الشبت مع الليمون مع الزبدة مع رشة ملح جريئة، رشة فلفل جريئة. الله، طعم تاني. واخد الصلصة الحلوة دي يا عم الشيف زي ما هي كده. الله، الريحة هي دي. بص على الحلاوة، بص على الشهاوة. هو ده، هو ده، هو ده. العب يا سمك في قلب السمكة. ألف هنا وشفا للي ياكل. طب لو ما عملناش ده وقال لك وقتك خلص يا شيف، هناكل السمك. ولو قالوا لي معاك 10 دقايق هنشتغل شغل ونعمل مع بعض، بس عايزين نوصل حاجه للساده المشاهدين. اللي بيحب المطبخ وبيحب شغله بيقدر ان هو يبدع في كل الوقت المتاح له. عملنا سلطه الكاليماري بالجرجير، شفناها تمت ازاي واتعملت. البصله مع الكاليماريا سيبناها للاخر، تبلناها بزيت زيتون وعصير ليمون، وخدت سنه شبت صغيره عشان نكسر الحراره بتاعه البصل، وحطيناها على الجرجير بالشخصيه بتاعتكم، بشخصيه الجرجير اللي احنا شايفينها في قلب السمكه او شكل السمكه اللي احنا غارفين فيه. ولكن السمك البوري بصراحه الواحد يتغازل فيه، هياكل الخضار ولا ياكل السمك ولا ياكل الصلصه الفرنسيه اللي نزلت اللي هي الزبده مع الليمون مع سنه الشبت على بطن السمكه بألف هنا وشفا. حلقتنا النهارده بسيطه وسهله، ولكن سمك بطريقه جديده سريعه. جو الصيف مش مطلوب منك يا ست الكل ان احنا نقف في المطبخ كبير في وقت كبير. ليه؟ علشان برضو عندنا التزامات تانية وعندنا حاجات تانية. ممكن نعمل فروت سلطة، نعمل الحاجات اللي حط في التلاجة، شوية مهلبية بعدين نحط عليهم شوية عسل، مفيش أي مشكلة. قدامك الفرصة كبيرة إنك تقف في المطبخ وقت قليل جدا، ولكن تعملي الحاجات اللي تقعد في التلاجة ناكلها من وقت للتاني. بنتابع طبعا أكلة أم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. المطبخ بتاعنا والبرنامج بتاعنا متنوع، وبنشوف أسئلة حضراتكم بنجاوب عليها عملي في نهاية الأسبوع اللي هو يوم السبت من كل أسبوع، ويوم الأحد بيبقى أكل صحي. يوم الاثنين النهاردة خليها سمك. انتظروا مننا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله، ومعانا على السوشيال ميديا بنقول لحضراتكم نفسكم تاكلوا إيه، تقدروا تبعتوا اللي أنتوا حابين تاكلوه وإحنا بننفذه مباشرة تاني يوم. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.